بث منشغل شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير يا راهب الدير هل مرت بك الإبل فحن لي وبكى وأن لي وشكى وقال لي يا فتى يا من ضاقت بك الحيل إن البذور اللواتي إن البذور اللواتي جئت تنطرها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا وإن عدلوا فليس لي معدل عانوا وإن عذلوا يا خير من دفنت في الترب عدمه يا خير يا خير من دفنت في الترب عدمه نفسي فداء نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه الهدى فيه الهدى والندى والعلم والعمل يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل حادثة مالي مالي بها قبل قالوا نزيلك لا يضام قالوا نزيلك لا يضام وها أنا ذا دمي وعرضي مباح والحبابل صلى وسلم ربي دائما أبدا على النبي خير من يحفى وينتعب موسم شغل شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير يا راهب الدير